بجيب بقى عندي الايه الطشه اللي انا هعملها للفته. هحط عندي سمنه، اعمل الفته بتاعتنا العاديه بقى اللي هي توم وخل، وبعد كده اقوم حاطط عندي بشر طماطم. حاضر، بشر طماطميه، واقوم حاطط عندي معلقتين اتنين صلصه طماطم، وبعد كده اقوم حاطط عندي شويه، حاضر، وشويه سكر صغيرين، وبعد كده شويه ملح، شويه فلفل، وبعد كده اقوم واخد عندي شويه من الشوربه الصغيرين دول، شويه شوربة الكوارع عليها، واسيبها عندي على النار لحد ما تبدا اللي هي تتقل معايا. بص اهو، اصحى للشغل يا استاذ شيماء. هجيب عندي العيش بتاعنا، وعندك الاطباق برضو بتاعتنا الراك المحترمه دي هتلاقيها موجوده عندك للفته، تقدري تعملي فيها الفته. حط عندي شويه هنا وشويه هنا، تمام كده. وبعد كده بقوم جايب عندي رايح عندي على النار فاتح على دي، نام حضرتك اهي، واخد شويه من الشوربه السخنين دول حطيتهم عندي على الشوربه على العيش. من كده وتقومي رايحه واخده شويه من الفته من الصلصه اللي انا عاملها، برضو نفس الكلام اهيت، نمشي شويه على العيش. وبعد كده نروح واخدين عندي الرز بتاعنا، هذا الرز الابيض المصري بتاعنا العادي، اهم حاجه في موضوع الفته الحاجه تبقى سخنه معاكي. الكوارع طبعا خليتها معايا، شلت منها العظم عشان احطها فين؟ على الفته من فوق. ناخد الطبق ده كده، مراحل، هو خط انتاج، خط انتاج كامل شغال. شوفي بقى الايه الحوار ده بقى، الحوار ده بقى كبير، ادي الكوارع المخليه. ده انا ماسك نفسي بالعافيه والله. عايز اخش في الطبق على طول كده، تمام. اهي مخليه كده خدناها كده حطيناها هنا، نروح على ايه اخر مرحله في الانتاج بقى، الطشه بتاعتنا. وبعد كده ايه يعني، بص بص المنظر عامل ازاي يعني، كوارع، بص لوز والله، الماز والله، الماز، ازاي ما ناكلش حاجه زي كده؟ جرب ونشوف ونطلع نغسلها كويس، بس اهم حاجه عشان هو اكتر حاجه بتضايق الاطفال هي موضوع ان احنا يا جماعه ما ننضفش حاجه قدامهم، تمام؟ عشان هي بتبقى عاده من صغرنا. الحاجه بتتنضف قدامنا وبتتعمل وبنصحى من النوم على ريحتها، فعشان كده احنا بنكرهها قبل ما نكبر بنكون كارهينها. فانت لو انت عملتها بطريقه ذكيه صدقيني الموضوع هيبقى مختلف تماما، واللي انت تعمليها بطريقه ذكيه ان انت ما تحاوليش تعملي ريحه في البيت بيها. والله ازاي تشغلي الشفاط تعمليها مثلا هم مش موجودين في البيت، فاهمه ازاي؟ المهم يجوا يلاقوا الطبق كده وياكلوه هو كده، هتلاقي الموضوع مختلف صدقيني، وهيحبوا الحاجه اكتر، لان فعلا الحاجه دي صحيه ومفيده قوي. تعالى 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 محمد ابراهيم، هو طبق ده طبق محمد ابراهيم معانا المصور اهوت ما شاء الله، يعني هو احنا هناخد الصغير وهو ياخد الكبير. بص يا باشا، بص يا باشا اهو، يعني حاجه لوز لوز والله، مستوية كلها مع بعضها تاكليها كده وبالانا والشفا كده وبال موضوع موضوع والله، حوار يا جماعه، حوار كامل الكوارع.
واحد ممكن تتفرج عليها دلوقتي تقول لي يا عم حبها بعيد عننا بقى، يعني حبها بعيد عننا. ايش هو في ناس برضه بتحبها تاني معايا مش انا لوحدي.